بمناسبة الدخول المدرسي، تم يوم 22 سبتمبر 2024 تدشين المجمع المدرسي الذي أشرفت على إنجازه سنطراك بمنطقة شهيرية ببلدية عين البية ولاية وهران. وقد جرت مراسم التدشين تحت إشراف والي ولاية وهران والأمين العام لمجمع سنطراك، وكذا الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. نشكر الشركة الوطنية سوناطراك للتدعيمات التي قدمتها، سواء من خلال المنشأ الفخم والعظيم والتجهيزات المرفقة، سواء من الملعب المدرسي، من وسع الحجرات، من الإنارة، من التجهيزات المرافقة. وسرني كثيرا أنها فكرت حتى في التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وخصصت لهم ممرات نادرا ما نجده في باقي المؤسسات التربوية. تجدر الإشارة إلى أن هذا المجمع المدرسي الذي يتربع على مساحة قدرها 7500 متر مربع ويتسع لاستقبال 360 متمدرس، ويتكون من عدة مرافق: جناح بيداغوجي، جناح إداري، مطعم مدرسي، ملعب رياضي، ساحة استراحة، ومساحة خضراء. وأتمنى للجميع سنة دراسية موفقة إن شاء الله، وأشكر كل من ساهم في تدريس هؤلاء البراعم إن شاء الله في هذه السنة، وتحية طيبة للجميع. سوناطراك كثر خيرها ويخلف عليها بناتنا المدرسة إن شاء الله. التلاميذ العقوبة الدراري تاني قاع يقراو وقاع يشرفوا البلاد، وتحية الجزائر. وقد أسندت مؤسسة سوناطراك الأشغال المتعلقة بإنجاز هذا المجمع المدرسي للمؤسسة الفرعية التابعة لها والمتمثلة في المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء. أن هذه المؤسسة تعمل بلا ودا من أجل يعني تقديم خدمات راقية إلى المواطنين والمواطنات، فنتقدم بالشكر الجزيل، وهذه ليس بغريب أو بجديد على مؤسسة كبيرة كمؤسسة سوناطراك. فولاية وهران دائما تتلقى الدعم من هذه المؤسسة العريقة. يندرج هذا الإنجاز في إطار برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي تعتمده سوناطراك كونها شركة مواطنة تسعى إلى تحقيق مشاريع التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المواطنين.